رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معنا خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 14 شريف، كمان ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستغرام شريف مدحور تي في. عندنا النهارده اكلات لطيفه، في بتنجان، انا بموت في البتنجان بكل اصنافه وكده يعني. ومن امين النهارده مره ثانيه بنرحب بيها بالكمامه ام ترتر. كمامه ام ترتر حلوه مع الحلق ابو لولي وكلية ابو لولي برضو. لا ما مكلفه. والصندل على فكره في لولي. تعالي فرجينا. اوكي تموت تفرجنا الحاجات كلها كده وتعمل فاشن شو. كان نفسها تطلع موديل. بصوا بقى حاطه مانيكير احمر نفس لون الكمامه، عشان المانيكير والكمامه ده وافر رجليها والكمامه يبقوا ايه ماتشنج مع بعض. مع الفستان الدانتيل الحتت اللي هو اشارفات، مع الحزام والكوليه اللي فيه ايه والايه. يلا بس ماشي يا حاج. ماشي فيري نايس، يو لوك جريت، ثانك يو، تري شيك، ثانك يو. انت لو رحتي باريس هتعقدي. رحتي باريس قبل كده؟ لا. المره الجايه تيجي معايا؟ طبعا. بجد؟ بس تقولي هتتبسطي. انا ما قلتلكيش المره الاولانيه. بس انت بتروح تزور الاثارات ومش عارف ايه. انا لما بحب اروح اي بلد بروح استجم. ايه هتعملي ايه؟ اقعد. هتقعدي فين؟ لو في بيتش، لو في مول شاطئ حلو يعني. لو شاطئ. مول؟ انا هسافر بره اقعد في مول. مش هشتري كافيتيريا بتاع. طب ما هو ما تروحي هنا، ما تروحي مول العرب ولا اي مول هنا تقعدي. لا لا انا بحب اغير. انما مش انا بس في مصر فيها 10,000 مول. مش 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 عشان الشراء. ما انا عارف. ماشي كده. طب تتمشي في المولات، اصل المحلات اللي في مصر زي اللي في دبي، زي اللي في باريس، زي اللي في نيويورك. الاتموسفير والجو اكيد مختلف. ولا اي في اختلاف، ما المولات كلها زي بعض. مكان مقفول مكيف. مش بحب اتفرج انا على مش بحب ايه اركب اتوبيس واطلع مع الناس ولما ونروح نشوف المتحف ده والمتحف وانا بعملش كده على فكره. مين قال لك؟ انا ما مش بقول عليك. انا بروح لوحدي الحاجات مع اصحابي. مع اصحابي نركب المترو ونروح نقعد في اليوم. هروح اركب مترو وانزل. ايه الفرهده دي؟ فرهده؟ مفيش فرهده ولا حاجه. لا احلى حاجه المترو. وبعدين تروحي هناك مثلا، رحت الحته اللي فيها مونمارت اللي فيها رسامين وفيها كنيسه ساكركير فيها بيت داليدا، قضيت اليوم اتبسطت جدا. تقعدي تتمشي في الشانزليزيه. امزيكا بقى. امزيكا بقى كل واحد. لا انا اكتر واحد ما بيسافر بيعرف يتفسح. وين البلد اللي احب اروحها؟ معاك مره. انا احب اروح بلد حد من صحابي يبقى عايش فيها عشان يعرف الاماكن الغير سياحيه ويوديني فيها، بتبقى احلى بكتير. ده انا رحت مطعم يا منامينو مثلا. لما احكي لك عليه بقى. مطعم عمره، اسمع يا استاذ عماد، مطعم عمره 120 سنه. خلاص. وبيعمل نفس الاكل اللي بيعملوه من 120 سنه. من ضمن هذه الاكلات سكارجو، عارفه ده ايه؟ طيب ما انتوا هتتقرفوا مني لو قلت. عارفه انت في الجناين في الشجر مش ساعات بتلاقي قوقعه كده طالع منها بتاع بتمشي؟ هو البتاع ده هناك بيطبخوه. تحفه. السنيلز دي اسمها سكارجو. وصغيره كده ولا حاجات؟ لا لا صغيره زي اللي بتطلع عندنا هنا، بس هي مش عارف بيطبخوها ازاي. وبعدين المطعم ده مشهور جدا بيه. وكل فرنساويين، ما هو مش مكان سياحي قوي يعني. وتلاقي الجرسونات بيكتبوا يعني، انت بتقعدي تنقي الحاجات بيكتبوها على المفرش، مفرش ورق كده يقعدوا يكتبوا عليه، وفي الاخر الحساب يعمل. جميل. انت هتتبسطي فيه جدا. ده في جو المكان. ده في جو. يعني ده الامبيانس بتاعه حلو. زي في بلد في ايطاليا ولا اليونان بيكسروا. بوزوكيا في اليونان اسمها بوزوكيا. ما داليدا كانت بتغني تقول جوي بوزوكي. تيجي نشوف حته منها ونرجع؟ يلا. وداليدا وانا رحت هناك زرت المكان بيت داليدا ده جنب كنيسه ساكركير، رحت عامل لها ميدان داليدا. تعالوا نشوف جزء من جوي بوزوكي مع داليدا. وبوزوكي دي جوي بوزوكي يعني يلا نرقص. بوزوكي اللي هي الرقصه اليونانيه، الرقصه الشعبيه في اليونان. وهما بقى في المطاعم اللي فيها البوزوكيا دي بتبقى كل الناس قاعده مع بعض، مش ترابيزات يعني، كله قاعد مع بعض. وبعدين في وقت ما الجرسونات بيخشوا معاهم الطباق يقعدوا يكسروها على الارض، يكسروها على الارض ويدوا كل واحد بتاع شويه طباق يقعدوا يكسروها على الارض. حاجه لذيذه قوي، بس الطباق معموله بطريقه معينه ما لو جت علينا ما تعورناش. تعالوا نشوف داليدا وهي بترقص جوي بوزوكي. جوي بوزوكي بوغ موا. ونرجع نعمل اول طبق مع منامينو. يلا يا ولاد. ترلا 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 ترلا.
جوي بوزوكي جوي بوزوكي بانان جان 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 بانان جير بان تي كومبران. شفتوا لذيذة ازاي؟ داليدا. طيب حشاور تقولي ايه ده؟ اوكي ايه ده؟ دي بطاطس كوشة. لا ما تضحكش، دي أكلة جزائرية تقليدية، مقاديرها وطريقتها تناسب مطبخنا. اسمها ايه؟ بطاطس كوشة. كوشة yes. مش كوشة؟ لا كوشة. كوشة. وده ايه؟ ودي سلطة زعلوك، برضو سلطة مغربية بتناسب مطبخ البيت المصري. يعني احنا قاعده عندنا الجزائر والمغرب. يس. وده ودي من مطبخي منى الطرابيشي. بي توست بالكريمه. شفت قالت لكم التوست بالكريمه بس ده. طب عايزه تبتدي بالمغرب ولا الجزائر؟ نبتدي هما الاثنين حبايبنا يعني. المغرب العربي. نبتدي بالجزائر بال بطاطس كوشه. بطاطس كوشه. يلا يا استاذ المقادير. يلا. كيلو بطاطس حلقات رفيعة، حزمة بصل أخضر، 3 حبة طماطم مقشرة مكعبات، نص راس توم حلقات، 3 حبات فلفل ألوان، حبتين فلفل حامي، كوب زيتون أخضر حلقات، زيت، كوب بقدونس زعتر أخضر، ملح وفلفل، كوباية عصير طماطم، معلقة صلصة طماطم، شوية مية صغيرين ومعلقتين زبدة. أنا جاهز. أنت جاهزة؟ يس. يلا مني. سهلة جدا 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 وبسيطة وتنفع أكل صيامي كمان. أوكي. إيه ده؟ ما هذا المنظر؟ هنستخدمه. ومرة متقطع وحش كده. ده ينفع ده؟ إحنا نطلع حاجة زي كده؟ أعمل ستوب دلوقتي ولا أعمل إيه؟ لا معلش. يا فتحاني. معلش. ماشي. آخر مرة. أوكي. بص بقى يا شريف. ها. سهلة جدا يا جماعة. واعملوها وبرضو على ضمانتي. بص. أنا كالعادة بشتغل بإيدي. هاتي مجوهراتك زيكم. مجوهراتك. يلا. عندي بصل حلقات أخضر. عندي بقدونس وكزبرة خضرة. عندي فلفل ألوان أصفر. عندي فلفل أخضر. سوري. عندي فلفل ألوان أحمر. خد بالك من كمية الخضار. عندي فلفل حامي. قرنين فلفل حامي. عندي توم حلقات. عندي طماطم مكعبات. عندي زيتون اخضر. ده المطبخ المغربي والجزائري بيحب الزيتون. بيحبوا الزيتون في الاكل بتاعهم. عندي زعتر وعندي ملح وفلفل. قطعت لك 2 جداد. اوكي. عشان اعصابي ده. بص هو ده مش بينزل ليه؟ عشان انا لو جيت دلوقتي اخليه ينزل كتير. لا نزل اهو. اتصرفتي؟ بصي حبيبتي في خروم هنا. لا مش خروم، هو كان جامد شويه. ودي كمان خلاص. ها. هنعمل ايه؟ هجيب انا كده تمام. Yes. هدعك دول كده مع بعض، اللي هو البصل الاخضر والثوم والفلفل الالوان احمر واخضر واصفر وكزبره خضراء وبقدونس وفلفل ايه حامي وزيتون اخضر وزعتر وملح وفلفل. انت هتحطي حاجه على النار؟ لا مش في الاكله دي. لا هحط البطاطس، بكون مقطعاها بالمنظر ده كده ترانشات لا رفيعة ولا تخينة. طبعا نقعها في مية بملح لحد ما اعمل الايه الخضار بتاعي واحضره. اوكي. ماشي. هنقلب كله مع بعضه. ايه
حلوه كميه التوم فظيعه. نحط في البايركس انا هنحط في الطبق او في اي طاجن عادي، بس اللي انت عملتها. لا دي واحده. طيب استنى بس روحي اغسلي ايديك. هغسلها، ما انا لسه هوضب. اهو يا ولاد، اهو يا ولاد. مش عارف بقى هتعمل ايه بعد كده. ها حلو كده، احط عليهم ايه؟ هوضبه بس الوش كده ما يبقاش طالع كده يعني. طالع ازاي؟ ما هو متوضب اهو. معلش عايز افهم هتعملي ايه فيه بقى؟ هعمل كده بس. دي بقى حاجات الستات، انت غرفت حلوه قوي، برافو. شغل الستات بقى. وسختي البتاع الفاضي. لا هغسلها، يعني ما انا غسلت ايدي. اعمل ايه بقى في ده؟ لسه، هنحط بقى الزبده، حتت زبده كده. نطورها. دي اكل حلوه، بعد كده نروح مغرقينها ب طماطم؟ مش مش مغرقينها، احنا هنحط طماطم قليله جدا. ليه بقى؟ لان هي فيها هتفرز حاجات. هتنزل ميتها، الخضار ده كله هيبق ميته. حاضر هيبق ميته. هغطيها، خد بالك بقى من اللي جايه دي بقى. بورقه زبده، وخد بالك انا ما حطيتش ميه. بصوا يا جماعه هعمل ايه؟ اهو بورقه زبده وعليها ورقه فويل، وهدخلها الفرن على 200 لمده ساعه. هتستوي على البخار اللي طالع منها، احنا كتمناها، فالبخار هو اللي هيسوي كل حاجه. تتاكل بقى بعيش مع رز ابيض بشعريه زي ما انتي عاوزه. بس خلصت. خلصت الشغلانه؟ اه. دستوركم يا اللي معانا. شايف سهله ازاي؟ سيبيها لي. انا سايبها لك. انا بقى مزاج بقى الحاجات دي ايه؟ هقفلها بطريقتي الخاصه. في حاجه ثانيه عاوزه اقولها. إيه؟ لو مش عاوزينها كده، يعني لو عاوزينها كده خضار بس، اوكي. ممكن قوي تحطوا دبابيس فراخ، ممكن تحطوا جوانح فراخ. لحمه مفرومه ممكن لا لحمه مفرومه لا. لا مش هتبقى حلوه. على فكره طب والله انت عارفه الراجل الطويل قاعد هناك ابو شعر مفلفل ده؟ عارفه اسمه ايه؟ مش هقول لك. اسمه سيد. سيد. اه بصي بصي هو بيضحك بيعمل ازاي. عمرك شفتيه؟ وعارفه الواد اللي قاعد هناك ده ايهاب؟ عارفه؟ عارفه مين تاني هنا في الناس دي؟ لا خلاص يا شريف. في واحد جديد قاعد هناك اهو شايفاه على الكرسي الازرق. لا ده طبعا ده السيد المصور، وفي واحد قاعد وراه ورا جيجي. باي باي كله تمام. المصور ده بقى ايه دايما يحب هو ودعاء يقعدوا جنب بعض. مش فاهم بيقولوا ايه. انا لسه بترعش من الخض. لا بجد انا اسف. لا معلش ولا يهمك. عايزه ايه؟ خلاص هتقولي ايه؟ ما انا قلت بقى هنحط فيها يا دبابيس. لا لا قصدي الطبق الثاني. الطبق الثاني؟ ده بقى الزعلوك. الاوردوف. مش ده اوردوف؟ ده جميل جدا. مقبلات يعني. عباره عن سلطه حلوه. سلطه. ايه بقى مش هتقولي المقادير وكده؟ ليه لا؟ نقول. مش لاقيه المقادير. لا لا حلو. مش لاقيه المقادير يا ولاد. يلا. بصوا بقى. دي سلطة الزعلوك المغربي. انت عايزه البوتاجاز هتستخدميه؟ ماشي. المختاره لكم اسهل مقادير واسهل طريقه. هنقول كيلو بتنجان مكعبات، بصله كبيره مكعبات، معلقه ثوم مفروم، 3 حبات فلفل الوان، 2 حبه طماطم مكعبات، كوبايه كزبره خضراء، كوبايه بقدونس، نص كوبايه زيتون اخضر مخلل، بابريكا، كركم، كمون، ملح وفلفل، زيت، ومعلقه كبيره خل. لا مش محتاجاه. ليه؟ مش محتاجاه؟ مش هتحطي حاجات فوق بعض؟ لا هنا على الوك. هحط زيت يا شريف. زيت ايه؟ زيت اللي هناك ده. مش زيتون؟ لا. عباد شمس. حاضر. قد ايه؟ لا شويه حلوين بقى. طبعا انا هقطع البتنجان مكعبات واحمره في الزيت بتاعه،
هبتدي اعمل الشغلانه دي. اه يعني زيت المفروض اللي فضل من تحمير البتنجان. اسمه ايه؟ بتنجان. لا بتنجان حاضر. او بر او ايه؟ بر. بر بتنجان اسمه بر؟ برنجان. اه برنجان. انت عارفه انا شايف نفسي، ما تخافيش كده حبيبتي، انا شايف نفسي في الكمامه بتاعتي في التستر. طب عاوزين نحط هنا البصل. مش كله، مش كله. حلو الكلام. انا مش هحمره، هدبله. بعديه بعد ما يدبل شويه. احلى حلو. ريحه في العالم اللي طالعه دي. لا ولا ده بقى تو. يلا حطه كله ده بقى. وبعدين اوه على الريحه. انا ممكن بقى الحاجات دي بقى اخدها كده واقعد اغمس فيها بالعيش. يا شيخ اهو. احط كل ده؟ لا احنا هنحط الطماطم الاول. طماطم ايه دي؟ مش طماطم. طماطم مكعبات. كلها؟ اه. بس دي مفرومه شويه ها؟ مفرومه شويه. لا مني. عشان انا لما قطعتها امبارح حطيتها في الفريزر. وانت مقطعاها من امبارح؟ انا بحضر كل حاجه الحلقه قبليها بيوم. اه زي لبس المدرسه كده بحضرها قبلها بيوم. علشان بحب اضمن نفسي يعني في حاجه. انت مش ضامنه نفسك؟ لا اضمن الشغل حاجه. تعبت نمت خرجت جيت ابقى مجهزه شغل. عندها قطه بتطلع تمشي على ماسوره الغاز وتقعد فوق ال 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 العداد بتاع الغاز. لا دي مجنونه. بس هم القطط كده. ما تقوليش كده. دي قطه غريبه. اسمها ايه؟ اسمها كوكيت. جبتها من الشارع؟ دي لا 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 قطه بلدي صغنطوطه بالعند. اه يلا حط. احسن حاجه ان احنا نلم الحاجات اللي في الشارع دي نربيها. قطط الشوارع وكلاب الشوارع. لا دي بطه بتاكل قطط الشارع كل يوم. على فكره قطط الشوارع دي القطط البلدي بتاعتنا دي احلى قطط في الدنيا. وحط ده كمان يا شريف. انا عندي برضو قطه جاي كنت جايبها من الشارع بقت ايه؟ عامله زي النمر. والله؟ اه والله. احط كل الحاجات دي؟ اه اه. اهو. وده؟ وايه كمان؟ لسه بقى شوية كده ندبلها. اه بقيت ده انت بقيت رائع وهايل في الحاجات دي. مش هتغني لنا النهارده اغنية؟ لا مش حافظة اغاني. اه انت عاملة زيي ها؟ ما بحفظ. انا كمان انا برقص بس. هنحط بقى البابريكا. بابريكا. والكمون. اند كمون. الكركم. واند كركم. الايه؟ الزيتون الاخضر. الزيتون الاخضر. الكزبره. تعرفي تخليلي زيتون؟ اه. وانت مالكيش في التخليل. لا 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 بس انا بختار الطرق السهله دايما. انت تحبي كل ما بحب الاكل اللي اعمله ما يكونش فيه كلاكيع. اوكي. خلص. اخر لا احط شويه خل بس يغلي غلوه شويه. اخر حاجه هحط. هتحطي كل ده هنا اهو؟ لا طبعا. هناخد تقريبا بتاع نص. ويقعدوا قد ايه مع بعض؟ يغلوا غلوتين. مش دي عامله زي سلطه الراهب شويه؟ لا الراهب بتبقى مشوي. البتنجان مشوي. اه ده مقلي. ممكن اشويه. لا بصي دي فيها كميه الفلفل الالوان اكتر. بتبقى حتى الطعم مختلف. والكركم والكمون. صح دي غير الراهب خالص. كمان كمان يا شيخ. تلات ارباع بقى كمان. ده كله؟ على حسب كميه الخضار. اه لا حطوا كله. طبعا دي بالعيش بقى. اه عيش محمص بقى. اه انت قاعده تتفرجي على ايه؟ الواد شريف مدكور المذيع ده. عاوز اعمل ملح وفلفل. على فكره انا عملت الطبقين دول للولاد السبت اللي فات عجبوهم جدا جدا. انت بتطبخي يوم السبت؟ انا دايما يوم السبت. احنا الجمعه بعمل اكل الاسبوع. احنا الجمعه نعمل اكل الاسبوع. والله؟ ما بلحقش اكله. ليه؟ ما انا بنزل اجي يوم الجمعه هنا اسجل. اه يا حرام. يكون لسه ما خلصوش بس في الغالب يخلصوا لي الملوخيه بدري. مش عارف انا ما بحبش الملوخيه قوي. بتحبهاش؟ يعني مش اكلتي المفضله باكلها بس مش اكلتي المفضله. بتاكلها بالعيش ولا بالرز؟ لا بالرز الابيض. اه هي ما تتاكلش. واحبها باللحمه اللي بالدمعه اكتر من الفراخ. ايوه بصراحه. ايوه تعمل جنبيها لحمه بالدمعه فعلا. ما هو ده الاكل اللي واحب وساعات اعملها فتت افتت فيها عيش بلدي او شامي وات ايفر تبقى حلوه.
انت كده خلصتي؟ انا كده خلصت. واصلنا ايه؟ بس هي المفروض تتسبق شويه حلوين كده. طب ما تعالي نقعد نتكلم لغايه ما عادي تتكلمي في ايه الموضوع اللي شاغل بالك الايام دي؟ اللي انا افتكرته كده وانا قاعده لبيا ولا عليا. مين؟ اكيد يحيى. لا لا لا. فاكر زمان لما كنت بتاع الجرايد اصل انا كنت قاعده مع مرات ابني بنفطر. فبعدين مرات ابنك اللي انت ما بتحبيهاش ولا مرات ابنك اللي بكرهها عنها؟ فقاعده بقول لها كان يا ايمان جارتي الصبحيه لما افتح باب الشقه واخد الجورنال كان بتاع الجرايد بيحط الجرايد. لغايه دلوقتي حاطط الجرايد؟ لا احنا خلاص ما بنجيبش جرايد. يا لهوي احنا مدمنين والله. فكان جارتي افتح اخد الجورنال الصبح الاقيها هي بتفتح وبتاخد الجورنال ونقعد بقى نعمل نتكلم. قلت لها دلوقتي ما فيش حاجه زي دي. طب انت ليه ما تجيبيش الجرايد؟ ما بتعرفي الاخبار ازاي؟ من الفيسبوك. لا احنا ما نعرفش كده. ده انا امي وابويا بقى لو مسافرين. ده انا من ساعه الصراحه ما مات يحيى ما بتجيبش. ما جبتش. انا امي وابويا عندهم ادمان الجرايد ولو مسافرين نقعد نحوشها لهم ولو حد مسافر يوديها لهم ولو مسافرين بره نقعد نحوشها لهم برضه. ده مزاج. يجوا يقعدوا اولا لازم صفحه الوفيات يقروها وامي لازم تلعب الكلمات المتقاطعه مدمنها ولازم يقروا الجورنال من اوله لاخره يعني بيقعدوا ساعه كده الصبح يقروا الجرايد. بس احنا بقى مشتركين فالراجل بيجي ايه يحطهم في كيس براك ويروح حادفهم بينشن تنشينه مظبوطه بقى حقيقي بصراحه. طب ايه بقى؟ فانت قصدك كده ان العلاقات الانسانيه بقت مفيش. لا مفيش. انت عندك صحاب؟ طبعا. بتشوفيهم كل قد ايه؟ كل يوم حد. في النادي؟ في النادي. انت اقرب لك صحابك ولا عيلتك صراحه؟ عيلتي كل واحد مننا بقى في حته، يعني انا في المهندسين وفي اللي في العبور وفي اللي في مدينتي وفي اللي. انت عندك حد جنبي صح؟ لا اللي في العبور دي لازم تيجي النادي ونتقابل في النادي. بس هو الاصدقاء مهمين قوي في الحياه. انا يعني في الاونه الاخيره اكتشفت كده بعد ما عييت اكتشفت ان الاصدقاء دولت شيء مش كلهم كمان. مش اي بس انا عندي انا ربنا رزقني بشويه صحاب فظاعه صراحه. بتعرف مين اللي تكمل معاه ومين اللي ستوب. ستوب يس. وافتكرنا بتاع العيش. وماله بتاع العيش؟ ما هو مش موجود؟ في بتاع عيش دلوقتي بيخبط علينا زي زمان. يعني احنا زمان كان في ثلاث حاجات لازم اربع حاجات. اول واحد كان بيجي كان الزبال. ياخد الزبال. كان جميل اللي عندنا في شارع الاهرام. كان لطيف جدا الراجل ده. وبعديه بشويه بتاع الجرايد كان بيطلع يحط الجورنال على الباص على السجاده او بيحطه في الشراعه. كانوا مؤدبين. وفي لبان بتاع اللبن. اللبان صح كده. وكان في بقى بتاع الفول. ده بقى كان في عندنا احنا كنا ساكنين زمان في ارض الجول بالذات في رمضان. يا الله كان في بقى بتضحك عليا يا سايد. كان في بقى بتاع الفول ويعدي كانوا بعربيه. هما كلهم كان عندهم عربيه بحمار صراحه يعني بتاع الفول كانت عربيه. كله كان بيمشي بكده. الزبان نفس القصه. لا بس ال بتاع الجرايد كان بيمشي على رجله وعجله او لا اللي بالعجله بتاع اللبن. بتاع اللبن كان بيركب عجله وكان عنده البتاع الالومنيا الكبيره دي هي اللي فيها وريحه اللبن كانت تجنن كنت احب جدا. المهم انا كنت بقول ايه؟ كنت احكي على حاجه بتتكلم عليهم على بتاع اللبن والزبال بتاع الفول كان بينده ازاي؟ فول صح صح فول كده. وكان في بتاع روبابيكيا ده موجود بنسمعه بيمشي بالميكروفون لغايه دلوقتي؟ لا ما كانش في ميكروفون ايامنا. لا ده دلوقتي بيمشي بالميكروفون. بيكيا 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 فكرني ايه يا استاذ عماد اللي احنا بقينا فيه دلوقتي؟ كل حاجه يا اخويا بقت على الانترنت اف وعلى الفيسبوك اف فين؟ يقول لك الفيسبوك هيغيروه مش عارف الناس هتطلع منه ولا في كده قصه انا ميتا. ميتا طب ايه انا مش ميتا اشوفك اشوفك يا طيب هيحصل ايه في الفيسبوك ده عشان انا مش فاهم؟ ام فيسبوك هتبقى ميتا؟ ايوه اوكي طب ريحته طلعت خلاص. ايوه هيحصل ايه بقى يعني هيحصل ايه؟ مش بيقولك هنطلع 3D ولا 4D باين ولا حاجه زي كده؟
خلاص ده يا شريف. والله روبا بتفتي. لو تحب تغرفه هنا ونزرع. مش هيفرقع ده؟ نو. ار يو شو؟ يس. كان في جهازك؟ وكان في راجل بيجي سن السكاكين. عارفه؟ لا انا كنت بشوفه في ميدان الجامع ده. لا كان بي احنا كان بيمشي عندنا واحد بكل اسبوع. لا انا ما انساش بتاع العيش يا شريف، العيش الفينو اللي بسمسم. لا ايه ده؟ لا ده ما كانش بيجي البيت. مين؟ لا احنا كان بيجي بتاع العيش اللي كان بيجي لنا. كان بيجي بتاع. لا بس كان بيجيب عيش بلدي وشامي بس. لا الفينو نفطر الصبح وكان عارف اسامينا واحنا عارفين. عم عربي كان اسمه عم عربي. والله؟ والله العظيم. كان العيش الفينو الحلو ده. بس انا ماليش في العيش الفينو. لا واحنا اطفال دلوقتي. انا بموت في العيش البلدي. اه. ايه هو ما قالش حاجه في ودني دي للراجل اللي جوه ده. بكيزه ايه بتقلد مين؟ طبعا يا جماعه الفلفل الالوان ده كتروا منه قوي قوي قوي. في فيتامين سي. يا فظيع. وفعلا بيدي طعم لبعض الاكلات. انا ما بحبوش بصراحه. لا بس بيدي طعم حلو. I don't like. طب احنا كده هنعمل ايه؟ الحلويات؟ الحلويات. لمشاهدينا الايه؟ الكرام. الحلويات بعد الفاصل يا ولاد. يوهو يوهو. رجعنا لكم مرة تانية نعمل بقى صنف الحلويات، والنهاردة صنف الحلويات هو اختراع من اختراعات كريمة. وانا لسه بقدمك. اديني فرصتي. اتفضل. ولسه هقول اسمك وان انت اخترعتيه رحتي داخلة في النص كده. اتفضل. مش تسيبي المذيع مش شايفاني لابس صباع. بص بص اصل الاخراج ده مهم. انا اخراج ايه بالظبط؟ الاخراج الموقف. انا ما حدش واللي جوه دورات ايه يروحوا. ما حدش قال لي ما حدش قال لك ايه قبلتي. يلا يا شريف قدمني. احنا مش بنسجل اصلا. اوكي. احنا كل ده كنا ستوب. انا كنت بهزر معاك. طب انت كويسه؟ انا الحمد لله. اخبار عدوينك ايه؟ زي فظاع. ما تقولي اساميهم. لا. احنا مش بنسجل. لا مش قايله طبعا. شخصيات كتير. اقول انا؟ قول. انا مش دعوه. مش دعوه. ايه ده؟ دي توست بالكريم. توست بالكريم. على طريقه مين؟ طريقتي. منى مينو. منى مينو. يلا. المقادير يا مسيو جوهري. يلا. اتنين باكيت توست بدون حروف، احنا هنشيل الحروف طبعا. معلقتين كبار سمنه، معلقه قرفه. 4 معلقة جوز هند، 2 معلقة سكر بودرة. وللكريمة 2 كوباية لبن، 2 كوباية كريمة لباني، 3 معلقة بيرة نشا، ومعلقة كبيرة زبدة وفانيليا. وللتزيين شربات وفستق مفروم. يلا. سهلة مش صعبة. لا 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 ما فيش حاجة صعبة، ما تقلقوش معايا خالص. والله ما حدش هيقلق معاكي. سيبولي نفسكم. أهو أكتر من كده نعمل إيه؟ إحنا هنجيب العيش التوست. ويفضل يكون بايت، هشيل الحروف بتاعته وهضربه في الكبه. هو كده مضروب؟ لا انت هتضربه بقى. انت ما قلتلناش نجيب الكبه. لا جبناها. اهي. الكبه الحلوه. وهحط عليه جوز هند. بحبها قوي. كل ده هينضرب مع بعضه، هحط قرفه، هحط سكر بودره. هحط سمنة سايحة. عايزاها سكينتين ولا سكينة واحدة؟ إيه الأسرع إيه؟ هما الاتنين صراحة حسب كمية الحاجات. لا سكينة واحدة. سكينة واحدة. أوكي. تورنيدو برضو مظبطنا. بصوا الكبة دي فيها إيه؟ فيها 2 سكينة. لو هنملاها على الآخر هنحط سكينتين كده أهو. أهو. لو مش حاجات كتيرة هنشيل واحدة. يلا اضرب لي دي. وحطها لي على دي اللي انا عاملاه. لا بتتأمر عليا قوي. مش معقوله يا جماعه كده. قال لك اضرب لي دي وحطها لي على دي. ايه يا منى مينو؟ يعني بعد اذنك.
مش معقول اللي بيحصل ده. أبدا. لو تفضلت لو تكرمت. حط ايه دول؟ دول العيش التوست، شلنا الحروف قطعناه، حطينا عليه السمنه، حطينا عليه قرفه، حطينا عليه جوز هند، حطينا عليه سكر بودره. في الاثناء دي هعمل انا الكريمه. اوكي يا شريف؟ نعم؟ هعمل الكريمه. طب استني بس ما تتفرجي عليه وانا بضرب لك الحاجه. اوكي. نقفل دي كده اهو. شفتي الحلاوه؟ فيري نايس. عايزاها مرمله ولا مرمله قوي ولا زي ايه؟ زي دي كده. مرمله اه ما يبقاش فيه مكعبات. كده كويس ولا كفاية اكتر؟ كفايه. وبعدين؟ حطها لي بقى هنا، هحطها في حله على النار وهشوحها. استني استني، الحله نحطها على النار دي. دي. طب ليه هتحطي عليها حاجات كتيره؟ لا هنا بس، وهشوحها كده تقلبتين. استني بس انا هوريكي حاجه لذيذه قوي. الوك. انت هتحطي عليها سوائل؟ لا 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 لا. بس دي سوري سوري. بص يا شريف دي هتخرج مني. مين اللي هتخرج مني؟ طيب. لا 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 طيب. انا هتصرف. طب انا عاوز احط اعمل الكريمه. مصبري بس. حبه حبه. حبه حبه. اهو. حط ده على ده؟ انا وسخت الدنيا يا جوهري، سوري. مش انا يا جوهري المره دي. انا اسف. طلعت مني اوت. عشان البوله صغيره وهي خلتني احط حاجات كتيره. اعمل انا ايه؟ اهو مش كده؟ الشارع شارع والمطبخ مطبخ. ده حقيقه يا جوهري، اكتشفت ده مؤخرا بصراحه. جوهري بيتريق عليا. جوهري بيتريق عليا من امينه، وده شيء غير صحي بالمره. غير مقبول. غير مقبول بالمره. انت عايزه انا نسخن ايه ولا نعمل ايه؟ عاوزه بس اشوح ال العيش التوست بعد ما ضربته في الكب. هو عليه السمنه وعليه الحاجات دي كلها. ايوه تشويحه بسيطه كده. يتحمص. اوكي. احط؟ يلا طبعا ما عندناش مانع. اتفضلي. طبعا هقول لكم يا ريت يعني في ساعات بيفيد مننا عيش توست والكلام ده كله، شيلوه في الكيس. والوصفه الاقتصاديه البسيطه دي ممكن قوي. ليه بتشيلوا الحروف؟ انا مش قادره افهم. بتبقى مش القوام بتاعها يعني في وسط دول بتبقى مش زي. تصوري انا ما بعملش كده خالص؟ لا لما اجي اعمل اكله في بنشيل الحروف، لكن لما باكل توست عادي لا. اللي بيعمل كده حفيدي بيسيب التوست الحروف؟ بيقول لي شيليها، بقول له لا. انا بحب الحروف بتاعت التوست اصلا. والحروف بتاعت البيتزا دي اللي باكلها انا فعلا. طيب هنقلب كده شويه. بعدين؟ وبعدين هنعمل الكريمه بقى. ازاي بقى؟ احطها على النار برضو؟ حطينا كوبايتين لبن. وهنحط نشا، ثلاث معالق نشا. لبن مش بيغلي. لبن سخن دافي كده. دافي. ثلاث معالق نشا ونقلب بسرعه. يلا ده متاكد. واول ما تبتدي تتقل، انت ولعت الشيء. اول ما تبتدي تتقل هحط كوبايه الكريمه وتقلبتين اهي في الشفشق الصغنن ده. حطها ولا لسه؟ لا لسه لسه. انا عموما مجهز ودي قلب عليها عشان ما تتحرقش. دي ممكن تتلس و... فلازم ايديا هنا ما تتشلش، خصوصا ان فيها جوز هند. طيب يلا نحط بقى دي اهو. طيب احنا هنسيبها بقى دي كده، نحط فانيليا وانا مجهزه واحده. سيبيها بقى مع نفسها و... اوكي. اتفضلي. اتفضلي يا منى. ماشي. ايه بقى؟ هنجيب صينيه حروفها كده بالمنظر ده، هدهنها سمنه. هدي بقى انا مجهزه. مجهزه. اخد من دي. طب ايديكي؟ بايدي. طيب عشان اعرف ايه بعمل ايه. حاسس بيه الدانتيل؟ ما تقلقش خالص. ابتدى يطلع ريحه، خدتي بالك؟ بس خلاص يا شريف، انا خايفه الجوز الهندي يتحرق. ما مش هيتحرق، ريحته حلوه قوي. اهي كده. طبعا الاكله دي تتاكل سخنه زي الكنافه اللي بالكريمه. يعني تاني يوم ما بتكونش لطيفه.
وبعدين طبقه وبعدين كريمه. كريمه بقى دي كريمه. خلاص هو ده اختراعك بجد يا مامينو؟ لا يعني شفتها وعملتها قبل كده. على فكره دي محتاجه يبقى معاها ايس كريم. هي طبعا لما بتخرج سخنه بقى تبقى جميله. نحط رق تاني؟ اه كفايه كفايه البتاع. لا انا عايز احمصه شويه سيبيه. طبعا ان انا بحط الكريمه في القمع ده بيسهل لي العمليه. والكريمة تتعمل وتتساب تبرد او تمليها بقى وبعدين تخش التلاجة؟ لا تخش الفرن. بجد؟ اه وتتسقي بالشربات ما تطلع؟ اه أوه. وده ايه ده؟ ده جوز هند. هتحطي تاني؟ لا 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 خلاص. ما انا حطيت. اه فهمت. هتخش الفرن قد ايه بقى دي؟ لحد بس ما تحمر الوش ويتحمص وبعدين تخرج من الفرن اسقيها بالشربات وازوقها بالفستق. اديني شويه من هنا بقى. احكي لنا كده عملتي ايه النهارده؟ طب اديني شويه. عملتي ايه النهارده؟ عملنا بطاطس كوشه من الجزائر ويا ريت اكون عملتها زيهم. وعملنا زعلوك من المغرب وبرضو اتمنى اكون عملتها زيهم. وعملنا التوست بس كفايه شوف عشان هوسع. التوست اللي بالكريمه زي ما انتوا شايفين. ويخش الفرن لمده؟ لمده نص ساعه على فرن 200. ما تسيبوش كتير بس عشان الجوز الهند بيتحرق بسرعه. ميرسي منامينو. العفو. شكرا ليك. روح حالا العياده الاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. وبنشكر منامينو على الاطباق الحلوه بتاعت النهارده. يلا بينا.